يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. راح نبلش هسه بمحاضرة جديدة اللي هي محاضرة أنواع المتسعات. واضح؟ احنا قبل ما أخذين أو قلت لكم نبهت على هذا الشيء، قلت لكم المتسعة بيها أشكال وبيها أنواع. بيها شنو؟ أشكال وبيها أنواع. زين، أشكال المتسعات احنا قلنا ذات الصفيحتين المتوازيتين، وذات الكرتين المتمركزتين، وذات الاسطوانتين المتمركزتين. هذني منو؟ هذني أشكال المتسعات. هذني شنو؟ أشكال المتسعات. لا تخبط بين الأشكال وبين الأنواع. هسه جينا إلى الأنواع. أنواع المتسعات، أولاً هنا لها ثلاث أنواع. زين، يعني باوع أخبط لك سؤال بين الأشكال وبعد والأنواع. أنت لازم تميز أشكال أشكال شكلها. يعني هنا شنو شكلها؟ صفيحتين. شنو شكلها؟ كرتين. شنو شكلها؟ اسطوانتين. شنو نوعها؟ هسه راح نجي للأنواع. يعني مين مصنوعة؟ يعني نوع مين مصنوعة؟ واضح؟ نجي المنهج للأنواع. أنواع عندي ثلاث أنواع. ثلاث أنواع للمتسعات. هذا الجزء راح نأخذ فقط أنواع المتسعات. أنواع المتسعات ذات المتسعة ذات الورق المشمع، وبعد المتسعة متغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة، بعد والمتسعة الإلكتروليتية. كم نوع عندي؟ ثلاثة. أولا ذات الورق المشمع متسعة طبعا قبلها متسعة ذات الورق المشمع، متسعة متغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة، متسعة الإلكتروليتية. ثلاثة أنواع. راح نجي كل واحدة بيش تمتاز وبشنو تستعمل، بيش تمتاز وبشنو تستعمل وممن تتألف. طنوا ورقة. المتسعة ذات الورق المشمع، المتسعة ذات الورق المشمع تمتاز، تمتاز وبعد والاستعمال مالتها. تمتاز بأنه أولا صغر حجمها، صغر حجمها، وبعد كبر المساحة السطحية، مساحة السطحية للصفائح أو مساحة الصفائح. بيش تستعمل؟ بعدين نجي ثلاثة نقول لكم بيش تستعمل. الاستعمال، الاستعمال ثلاثة نسوا عود أعطيكم الاستعمال مالتين. المهم خلينا نجي بشنو تمتاز. تمتاز بأنه صغر شنو؟ حجمها، بعد كبر مساحة الصفائح. يعني شنو هاي؟ شنو صغر حجمها؟ شنو كبر مساحة الصفائح؟ اثبت له، هي لو صغيرة لو كبيرة. باوع، شوف متسعة ذات الورق المشمع بالضبط نفس هاي. المتسعة تلف بهيجي بهالشكل، واضح؟ شوفوا شبيه حجمها؟ صغير حجمها الكلي، شبيه صغير، بحيث اقدر استخدمه بالدوار الالكترونية بسهولة، صح لو لا؟ شبيه حجمها؟ صغير، صغر حجمها. زين، ولكن مساحة مالتها شبيهة كبيرة، مساحة الصفيحة شبيهة كبيرة، بس من دلفها ليه يصير حجمها صغير؟ طبعا هنا من يلفوها، المعلومة لكم خارجية، طبعا هنا من يلفوها، واضح؟ يحطون عازل، يلفوها يحطون عازل، يعني كل طبقة عازل، بعدين طبقة ثانية عازل، طبقة ثانية، تمام؟ صفيحة ثانية بين كل صفيحة وصفيحة شي يحطون عازل. يعني هنا هاي صفيحة حطوا فوقها عازل، يلا الورقة اللي وراها عازل، يلا الورقة اللي وراها، واضح؟
تبر نفسك تصفط خبز، واضح؟ فنفس الشيء هنا، بعدين تلف الخبز تسوي لفة وتاكلها. زين الخبزة من تلفها راح تصير لفة صغيرة، صح؟ تفتح الخبزة شبيها كبيرة وتقول لك شو ما اكلت، مو؟ اذا اولا تمتاز بصغر حجمها، وبعد وكبر مساحة الصفائح. تباشر تاكل ما تاكل، مو؟ كم ماعون تمن؟ هذه ماعونين بس الاول يكون نقيه. زين فهنا صغر حجمها وبعد كبر مساحة الصفائح، واضح؟ عرفت شنو صغر حجمها؟ يعني من الالف اصير صغيرة، من افتح الصفيحة راح تشوف المساحة ما صفيحة شبيها كبيرة. اذا هاي امتيازاتها وهذني كلش مهمات. زين متغيرة السعة، هسه بعدين نجي للاستعمالات، قلنا متغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة. منين تتألف؟ منين تتألف؟ وبعد شنو تمتاز؟ بايش تمتاز؟ تمتاز الحكي موجود عندك بالملزمة او موجود عندك بالكتاب. زين انا بس اريد افهمك هسه الحكي الموجود. بين تتألف؟ تتألف من مجموعتين على شكل انصاف اقراص. مين؟ من مجموعتين على شكل انصاف اقراص. يعني شلون؟ هاي المجموعة الاولى على شكل انصاف اقراص هيك تتألف، هاي المجموعة الاولى، والمجموعة الثانية ايضا على شكل شنو؟ انصاف اقراص. يعني قرص هذا ما السي دي او الدي في دي، واضح؟ او اي قرص عادي. زين تكسره ويا لولا هاي المجموعة الاولى، نص المجموعة الاولى ونص الثاني المجموعة الثانية. المهم يتكون منين السعة؟ متغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة منين تتكون؟ تتكون من مجموعتين على شكل شنو؟ على شكل انصاف، انصاف اقراص. على شكل شنو؟ انصاف اقراص. شبيها احدى المجموعتين، وحده من المجموعتين ثابته والاخرى متحركه حول محور ثابت. يعني شلون؟ انت شايف المبرده السربس هذا مال المبرده يطي هواء، هذا اللي يدور مبرده، واضح؟ شبيه هذا الشفت مالتها انا اعتبره ثابت، والسربس ايش بيه؟ دا يدور. فنفس الشيء هاي المحور السربس ثابت والشف ثابت والسربس دا يدور، واضح؟ فهنا نفس الشيء المحور ايش بيه؟ هذا المحور هذا ايش بيه؟ ثابت، والمتسعات ايش بيها؟ جاي تدور، تمام؟ فنفس الشيء نفس المبرد، يعني ذكر المبرده. فهنا احدى المجموعتين ثابتة والأخرى تدور، تدور حول شنو؟ حول محور ثابت. إذن تتألف من مجموعتين على شكل أنصاف أقراص، إحدى المجموعتين ثابتة والأخرى متحركة حول أو تدور حول محور ثابت. تربط المجموعتين مع قطبي بطارية، إحدى المجموعتين مع القطب الموجب والأخرى مع القطب السالب ليتم شنو؟ شحنها. شلون أشحنها يعني؟ أربطها بطارية حالة حالة أي متسعة يعني. زين شلون تربط؟ تربط على التوازي. شنو ربطها؟ يقول لك كيف يتم ربط المتسعة، المتسعة متغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة. شلون تربط؟ على التوازي، وتحكي مو بس هيجو وتسكت، لا تحكي، حيث تتكون من مجموعتين على شكل أنصاف أقراص، أحدى المجموعتين ثابتة والأخرى تدور حول محور ثابت، تمام؟ والأخرى تدور حول محور ثابت، وتربط بين صفيحتي أو بين قطبي العفو البطارية ليتم شحنها، وتربط على اليمن على التوازي. شنو ربطها؟ توازي. زين هاي اغلب شيء نشوفها بالمسجلات. انتم شايفين هذا المسجل القديم، مو هذا بالدقمة الحديث، لا ذاك القديم اللي كان يفور الان يطلع لشنو؟ يطلع للاذاعه، تذكروه مو؟ موجود راديو. زين فهذا هذا ديفور، ديفور ايش ده يغير؟ سعه المتسعه هي هاي هنا، ايش حاطي له هنا؟ حاطي له متسعه وياي، حاطي له شنو؟ متسعة متغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة. فمن يفر
هذا الدقمة مالته وش يسموها واضح؟ من يفرها ايش راح يصير؟ راح تتغير سعة المتسعة الى ان يحصل حالة الرنين. الرنين ان شاء الله راح تاخذوه بالفصل الثالث. المهم فهنا تتألف مين؟ يقول لك من تتألف وكيف تربط وبماذا تمتاز وبما تستعمل. واضح؟ سؤال واحد خلي لك هاي كلها لازم كلها تشرحها زين. او هنا نفس الشيء، بماذا تمتاز المتسع ذات الورق المشمر وما هي استعمالاتها؟ هاي من تتألف هي من اسمها؟ تتألف من ورق مشمر. واضح؟ يعني من اسمها واضح زين، يعني حتى هو موجود بالكتاب من تتألف واضح، بس يعني خاف يسألك من تتألف؟ تتألف من الورق المشمر زين. ها من تتألف؟ تتألف من صفيحتين او مجموعتين على شكل انصاف اقراص، واحدة من المجموعتين ايش فيها؟ ثابتة، والاخرى تدور حول محور ثابت. تمام؟ هيك بالضبط هيك، والاخرى تدور حول محور ثابت هيك. هاي نصف قرص وهذا نصف قرص زين، واحدة من المجموعتين ايش فيها؟ ثابتة، والاخرى تدور حول محور ثابت. بيش تمتاز؟ باع علي، خلينا نجي بعد هنا. بيش تمتاز؟ هي مو تدور صح لو لا؟ شوف هيجي الدور، هاي اللحظه ايش بيها؟ المساحه جاي يصير بالمساحه جاي تكبر. شلون زين ايش بيها المساحه؟ جاي تكبر صح لو لا؟ اذا المساحه جاي تكبر معناها الساعه ايش بيها؟ تزداد مو صح لو لا؟ لان تتناسب طردي ويامن ويا المساحه. اذا عندما تدور الصفائح سوف تزداد المساحة السطحية. شوف هنا قلت المساحة، هنا ازدادت المساحة، هنا قلت المساحة، هنا ازدادت المساحة، وهكذا بالتعاقب تقل وتزداد. المهم من تزداد المساحة، المساحة عند الدوران عندما تدور، عندما شنو تدور شبيه المساحة تزداد. إذا ازدادت المساحة راح تزداد شنو؟ الساعة. تزداد سعة المتسعة. هاي بيش تمتاز؟ عندما تدور سوف تزداد المساحة، سوف تزداد السعة نتيجة زيادة المساحة لأن تتناسب طرديا ويامن ويا المساحة. هذا سؤالي. نجي بعدين للاستعمال، نجي للمتسعة الإلكتروليتية. هاي بها هو شغل، ركز وياي. تتكون من صفيحتين، الأولى من عجينة إلكتروليتية، الأولى من عجينة إلكتروليتية، والأخرى من ألمنيوم. مين تتكون؟ الأولى مين تتكون؟ من عجينة إلكتروليتية، والأخرى صفيحة من الألمنيوم. زين باعوا هنا هسه هاي عجينة إلكتروليتية مادة كيميائية لو لا؟ مادة كيميائية لو لا؟ مادة كيميائية زين. والألمنيوم مادة كيميائية لو لا؟ مادة كيميائية زين. مو إذا مادة كيميائية ويا مادة كيميائية يصير تفاعل لو لا؟ إذا خبطتهم أو حطتهم واحد بصف الثاني صح لو لا؟ راح يصير شنو؟ تفاعل بيناتهم. فهنا راح يصير تفاعل بين العجينة الإلكتروليتية وبين من؟ بين الألمنيوم. هذا التفاعل، هذا التفاعل يولد العازل. شو يولد؟ العازل زين. يقول لك اشرح او عرف المتسعة الالكتروليتية. تقول له وهي المتسعة التي تتكون من صفيحتين، احدهما من عجينة الكتروليتية والاخرى من الالمنيوم، حيث يتولد العازل بين الصفيحتين نتيجة التفاعل بين العجينة الالكتروليتية وبعد والألمنيوم. يعني راح يصير هذا العازل نتيجة. يقول لك كيف يتولد العازل في المتسعة الإلكتروليتية؟ يقول يتولد نتيجة التفاعل بين من؟ بين عجينة الإلكتروليت وبعد والألمنيوم، فيتولد العازل. وبعد شو تقول له؟ وتلف بشكل أسطواني. واضح؟ وتلف بشكل شنو؟ أسطواني. زين يعني مرات
مرات هذني بالاسطر موجودات ذني الاسئله زين. مره شو يقول لك؟ يقول لك المتسعه الالكترونيه بماذا تمتاز وكيف تلف؟ هسه بيش تمتاز؟ تمتاز بشغلتين. شنو هن الشغلتين؟ الاولى تمتاز بها اولا تتحمل فرق جهد، تتحمل فرق جهد عالي جدا، وموجوده باحد المصادر بانه لا تتحمل فرق جهد عالي. احنا ما لنا علاقه بالمصادر مال الفيزياء، خلينا بالكتاب، لان ابو الوزان يصلح لنا على الكتاب مو على المصدر. المهم هي هاي المعلومه خطا بالكتاب. بعد ثانيا هسه اولا تتحمل فرق جهد عالي، ثانيا توضع علامة على قطبيها أو عليها، توضع علامة عليها للدلالة على قطبيها، توضع علامة عليها للدلالة على قطبيها. زين هسه بيش تمتاز؟ تمتاز بأنه هي تتحمل فرق جهد عالي، واضح؟ يعني خلي بطارية لها فرق جهد شنو؟ عالي. بعد وتوضع علامه شلون الباتري مال القلم؟ الباتري مال القلم مو يحط لنا موجب بسالب، صف يعني طرف موجب وطرف سالب، على مود ندل الموجب وين والسالب وين. وحتى البطاريات مال الساعه ذن الدائريات يصيرن هم يحط طرف موجب وطرف شنو؟ سالب، حتى ندل وين صاير الموجب وين صاير السالب. فلانا على المتسع على الالكتروليتيه تنحط علامه، واضح؟ حتى اندل وين الموجب، يعني اندل الاقطاب مالتها، واضح؟ او اندل الصفائح مالتها، وين الالمنيوم وين الالكتروليت. المهم فهنا عرف المتسعه الالكتروليتيه شو تقول له؟ وهي المتسعه التي تتكون من صفيحتين احدهما من عجينه الكتروليتيه والاخرى من الالمنيوم، حيث ينتج العازل نتيجة التفاعل بين العجينة الإلكتروليتية وبعد والألمنيوم، وتلف بشكل أسطواني، وتمتاز بأنها تتحمل فرق جهد عالي، وتوضع علامة على قطبيها أو علامة عليها للدلالة على قطبيها. سؤال: كيف تلف المتسعة الإلكتروليتية بشكل شنو؟ اسطواني. زين سؤال: بماذا تمتاز المتسعة الإلكتروليتية؟ تحمل فرق جهد عالي وبعد وتوضع علامة عليها للدلالة على من؟ على قطبيها. زين علل. في المتسعة الإلكتروليتية توضع علامة عليها بماذا؟ للدلالة على قطبيها. واضح أسئلة؟ واضح الأسئلة شلون تجي؟ زين فهنا نجي للمرة الثانية. المتسعة هنا أنا مسويها لكم بالملزمة موجودة عندكم، واضح؟ هنا أنا متسعة مرتبها لكم ورق مشمع وذا صفائح دوارة، والمتسعة الإلكتروليتية. نجي ذات الورق المشمع، بيش تمتاز ذات الورق المشمع؟ شبيها الحجم مالتها صغير، ولكن المساحة السطحية شبيها كبيرة. زين نجي لمتغيرة السعة ذات الصفائح الدوارة، أولا بيش تمتاز؟ أو بمين تتألف؟ خلي بالبداية مين تتألف؟ تتألف مين؟ من مجموعتين، ويا يحكوا مين تتألف؟ من مجموعتين، وأحد المجموعتين شبيها والأخرى تدور حول محور ثابت. شلون تربط؟ كل صفيحة لها واير واصل للبطارية، شلون تربط؟ على التوازي. شلون تربط؟ على التوازي. زين ربطها على التوازي، شلون اشحنها؟ اربط احدى المجموعتين مع القطب الموجب والاخرى مع القطب السالب. بيش تمتاز؟ عندما تدور تزداد المساحه، عندما جاي تدور مو صح ولا لا، عندما تدور تزداد شنو؟ المساحه، فيؤدي الى زياده السعه. وانا شريط مو اريد زياده السعه، فايد امتيازاتها بانه تعطيني سعه كبيره. زين هنا الالكتروليتيه بها شغل الالكتروليتيه. زين مما تتألف؟ تتألف من صفيحتين أحدهما من عجينة إلكتروليتية والأخرى من الألمنيوم، فيحصل التفاعل بين الألمنيوم والعجينة الإلكتروليتية فينتج العازل بين الصفيحتين، وتلف بشكل أسطواني، وتمتاز بأنها تتحمل فرق جهد عالي
بأنها تتحمل فرق جهد عالي وتوضع علامة على عليها للدلالة على قطبيها حتى ندل الأقطاب مالتها. بيش تستعمل ثلاثة نفس الاستعمال بس شوية للمتغيرة الاستعداد صفحة الدوارة نضيف لها شغلة. بيش تستعمل هي المتسعة والموجودة مو بالأدوات الكهربائية والإلكترونية لو لا وصح لو لا. إذا تستعمل في الدوار الكهربائية والإلكترونية الدوار الكهربائية والإلكترونية ما عدا هاي اللي بالنص زين. في دوائر التنغيم يعني أحدد لي يا دوائر لأن هاي نادرا ما تستعمل فأحدد لي بيا دوائر. في دوائر التنغيم منو التنغيم يعني يطلع أنغام منو المذياع واضح المذياع وزين واللاسلكي المذياع والأجهزة اللاسلكي يعني بصورة عامة. فهنا بيش تستعمل الدوائر الكهربائية والإلكترونية هنا بيش تستعمل دوائر كهربائية وإلكترونية هنا بيش تستعمل في الدوائر الكهربائية والإلكترونية مثل المذياع واضح واللاسلكي وأجهزة اللاسلكي تمام. هاي هي أنواع المتسعات.